ثم غاب بعض المباريات، كثير من الأقاويل طلعت. اليوم رجعت بهدفين، وصلت يعني تقريبا بينك وبين الهداف هدف واحد. والله أنا أحترم يعني قرار أو كلام الكل، إن كان جمهور أو حتى يعني الناس الثانية ما بدي أذكر أسمائهم. يمكن اللي يتكلم عن عمر أنه ينزل مستوى، وين الفرص اللي أجتني أنا وما سجلتها؟ دائما كنت أقاتل وأرجع وأتحرك، لكن هو يعني التسجيل توفيق من رب العالمين. لسه يعني سنة بداية المشوار، إن شاء الله مع الأيام يعني راح الناس اللي تتكلم عني، ما أقصد جماهير النادي الأهلي، جماهير النادي حتى لو تكلمت عني يمونون، لكن أقصد الناس الثانية. إن شاء الله بإذن الله يعني عمر يرد داخل أرض الملعب. أنا صار لي 5 سنوات بالدوري السعودي، أي حدا ينتقدني أرد عليه داخل أرض الملعب، ما أفكر دا يعني بالناس اللي برا. فالحمد لله، الحمد لله على كل شيء. إن شاء الله الله يكرمنا ويوفقنا من المباراة الجاية، وإن شاء الله الفريق بكرة مسافر، أنا معني مسافر معهم، المدرب ريحني عن هذه البطولة، الله يوفقنا إن شاء الله المباراة الجاية، ونرجع للمباراة مباراتنا ضد نادي النصر بتركيز عالي إن شاء الله. مباراتكم قدام النصر أكيد مسهلة، يعني أنت تلعب قدام نادي كبير عنده قاعدة جماهيرية كبيرة يلعب بأرضه، لكن إحنا إن شاء الله بإذن الله قدها وراح ندخل مركزين. أهم شيء الفريق يركز على المباراة اللي جاية، يعني فوز ورا فوز تدخل المباراة اللي بعدها إن شاء الله بنفسية عالية بإذن الله. السومة، الكرة للسومة، السومة. طريقة المدرب يعني ما شفنا الأهلي فيها من سنتين، اللي هي اللعب بمهاجمين. بالنسبة لك كيف شفت طريقة المدرب وكيف شفت تعامل المدرب؟ والله شوف، أنا تحررت يعني تحررت كثير بهذه الطريقة، يعني أحيانا جاني يدخل مكاني، أدخل أرجع أنا أطلع على الطرف، فأنا مرتاح بهذه الطريقة. تصير تصنع، تشارك بالهجمات أكثر، تستلم كرة أكثر، فأنا مرتاح فيها الطريقة بصراحة. فترة القادمة على صدارة الهدافين من المهاجمين الموجودين؟ والله شوف، يعني السنة يعني في منافسين كثير موجودين بالدوري السعودي، لكن ما في أسماء محددة. جانيني، أنا وجانيني إن شاء الله بإذن الله نوصل للنهائي، واحد مننا أنا أو هو إن شاء الله بإذن الله يأخذها. اسمح لي بهذا السؤال، وجود 8 محترفين غيبكم، غيب أسماء، كيف تشوف وجود 8 محترفين؟ إيش أعطاكم أنتم كلاعبين محترفين من الفترة السابقة؟ مو قصة يعني غيب أسماء، بالعكس يعني قلت لك يعني اليوم صارت المنافسة أقوى، بدك تتمرن داخل النادي وبالمباراة تجتهد أكثر مشان تحجز مكانك، فصارت المنافسة أكثر وأقوى إن كان للمحترفين واللاعبين السعوديين. بالعكس يعني ما تغيب الاسم، يعني 8 محترفين، 7 داخل أرض الملعب، احنا مع بعض 3 سعوديين، وقلت لك يعني ما في اسماء. اليوم صار الدوري السعودي دوري كبير، دوري قوي، فاللي يثبت داخل ارض الملعب هو اللي راح يحجز مكانه. سؤال، وهذا رساله انت دائما تحب توجهها لجمهور النادي الاهلي، خصوصا بعد العوده من هزيمه كبيره وفوز كبير، ايش تقول جماهير الاهلي؟ والله أول شيء سامحونا على المباراة اللي راحت، اليوم الحضور مو هذا حضور يعني مو هاي المدرجات تبع جمهور النادي الأهلي، يريدون يوقفون معنا بالخسارة قبل الفوز. فأي فريق معرض للخسارة ممكن النتيجة كانت قاسية، لكن نحتاج دعم ووقفتهم معنا أكثر. ما لنا شهادة بعمر، لأنه الشهادة مجروح، هذا الرجل جوهرة صح ولا لا؟ أكيد مصطفى، يعني أخلاق ولعب وكل شيء، ما فيك.